اليوم تنتواجدوا بطنجه بسوق ديال الكسيبه ديال اضاحي العيد. درنا واحد التجربه نموذجيه اللي الشعار ديالها هو من الكساب لعندي، اضحيتي من الكساب لعندي. هذه التجربه هي تجربه رائده اللي مندرجه في واحد اطار في واحد المشروع. كاين واحد المشروع ديال الدعم السويسري، واحد منظمه سويسريه اللي متعامله مع الجمعيه باش يعطي واحد الدعم ويدير واحد الدعم للجمعيات المهنيه اللي من بينها الجمعيه الوطنيه لمربي الاغنام والماعز اللي هي معروفه بلانوك. الاختيار ديال طنجه كان لعده اسباب، منها انه بزاف ديال الكسابات يجوا لهذا السوق ديال طنجه. السلطات دارت واحد المجهود كبير انها وجدت هذا الفضاء اللي تعتبر فضاء مؤمن، يعني هذه مساله تحسب المنطقه ديال والجهه ديال طنجه. وكان واحد التجاوب ما بين المسؤولين على هذا المشروع وما بين المجلس ديال مدينه طنجه، ونقولوا بصفه عامه السلطات ديال مدينه طنجه بصفه عامه، وبالتالي رحبوا بالفكره وساعدونا اننا جينا هنا وعرضنا المنتوج ديال الكسابه يعني بجميع الشروط اللي تطلبها السوق، نموذجي واللي من خلالها انه تنتمناو ان الناس ديال طنجه يجيو يشوفوا هذه التجربه ويسولوا جميع الامور. هنا راه كاينين المؤطرين، كاين المهندسين، كاين اطباء بياطره، كاين التقنيين يعطيهم المعلومات، وكاينين الناس مختصين انهم يبيعوا واحد الشفافيه وفواحد الظروف اللي انه الكساب المستهلك يمشي مطمئن. تم المنادات عليا باش ندير واحد دراسه جدوى واقتراح سيناريوهات اللي من شانها ان نقترحوا واحد ولا نبلوروهم في واحد النموذج اللي يمكننا ننزلوا ونفعلوه في ارض الواقع. في الاول كانت واحد اجتماعات مع الكسابه، اجتماعات مع التقنيين، اجتماعات مع الناس الفاعلين في هذا المشروع باش نشوفوا واحد الطريقه واليه تاع الدراسات. الدراسه اقتضت اننا ننزلوا لو تيران، يعني باش نقترحوا واحد النموذج خصنا ننطلقوا من واحد المسائل اللي هي ملموسه. درنا واحد الدراسه نتاع الجرد نتاع المعيقات والتصور ديال الكسابه لهذا المشروع، كيفاش خصو يكون هذا المشروع. جمعنا بزاف نتاع المعلومات ونتاع لي باغامتر اللي خلاتنا ندرسهم بطرق علميه ونديروا لانتربريتاسيون ديالها باش نقترحوا بزاف نتاع لي سيناريو. كان السيناريو الاقرب نتاع التحقيق هي السيناريو نتاع السوق النموذجي. من اهم المعيقات اللي اكتشفتها، ماشي اكتشفتها، اللي برزتها الدراسه هي المشاكل الامنيه، المشاكل نتاع السرقه نتاع في الترونسبور، المشاكل نتاع المضاربات. هذه واحد النقطة اللي هي مهمة نتاع المضاربات، لأن تنعرفوا أن الكساب بالوسائل التقليدية ديالو أنه كاينين شي وسطاء وداخلين على المهنة اللي تيقسموا معاه هذاك هامش الربح ديالو. حنا حاولنا هذاك هامش الربح أننا نحاولوا نخليوه كامل، نقسموه ما بين الكساب وما بين المستهلك. اعتمدنا على البيع بالكيلو، اعتمدنا على المقاربة الأمنية يكون، ولكن الحاجة المهمة اللي السوق ديالنا تيحاول كيما اون فالور هي المسائل الصحة نتاع البهيمة. المسألة نتاع 46 كيلو احنا كنا درنا في الدراسة ديالنا واحد مقاربة، حاولنا نحسبوا لي شارج نتاع اللي عند الكساب لا في التربية ولا في النقل ولا في هذا، وحاولنا او ميم طون دو سالينيين، نحاولوا نكونوا مع لي كونكورون، ما نكونوش كثر، نكونوا تقريبا متوازنين مع لي كونكورون. النوع هذا لا غاس تاع تيم حضيت، علاش النوع وعلاش طنجه بالذات؟ التجربه النموذجيه كان لازم لينا نعزلوا سلاله من السلالات. زلنا لا غاس تاع تيم حضيت هكذا سيتي او بيف، ربما كان يمكن نخدموا على السردي، كان يمكن ما يمكنناش نخدموا عليهم كاملين. الاختيار تاع طنجه بالنسبه للسلاله تاع تيم حضيت لانها سلاله مطلوبه بزاف في لا ريجيون تاع المنطقه تاع طنجه، لاننا كنا نزلنا عند الكسابه وسولناهم فين تيكون البيع ديالهم، اغلبيه البيع ديالهم بالنسبه لهذه السلاله البيع ديالها الاغلبيه تاع البيع ديالها تيكون في منطقه الاطلس، في منطقه فاس مكناس، وفي منطقه الشمال طنجه تطوان. دونك هذا المشروع هو عباره عن نقولوا فروي ديال عقد شراكه ما بين وزاره ديال الفلاحه وما بين المديريه ديال التعاون والتنميه السويسريه. دونك كننميو مجموعه ديال القطاعات بما فيها قطاع النحل،
القطاع ديال الانتاج الحيواني. و فوالا دونك عندنا مجموعه ديال الشركاء، كاين لانوك اللي هي الجمعيه الوطنيه لمربين المعز والغنم، عندنا لا فيماب الفيدراليه المهنيه للمنتجي العسل، ودابا حنا خدامين في عقد شراكه مع 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 لانوك فيما يتعلق بهذه المساله ديال التسويق ديال الحولي ديال العيد الكبير. فوالا دونك حنا نورمالمون الشراكه هي ديما كتبنى بالتشخيص، كنا درنا تلاقينا مع الاخوان ديال لانوك مع الاداره التقنيه مع الرؤساء الى غير ذلك، ورتائنا قلنا بان كيسكي فا بيان كيسكي فا مال دونك بارابور للسلسله ديال الانتاج. ملي كنقول السلسله ديال الانتاج كنقولوا الانتاج تحويل وتسويق. دونك لقينا بان لانوك الكسابه ديالها تقريبا في جميع المناطق ديال المغرب ما كتبذل مجهود كبير، يعني على صعيد التأطير على صعيد المواكبه الى غير ذلك، ولكن من ناحيه الريبيركسيون بوزيتيف على الكساب ستادير دونك كاين ميزور كيربح هذا الكساب مثلا من هذا الانتاجيه ومن هذا الاساليب المتطوره اللي كتعطيها لانوك، كنلقاو بانه الكسيبه ديالو كتمشي للسوق اللي هو للاسف باقي مازال غير مهيكل الى غير ذلك. وقلنا دونك كيفاش يمكننا انه ديفلوبي ان موديل ديال السلسله ديال القيام ولكن تكونسونطراو على كوميرسياليزاسيون. دونك شنو هو لو موديل اللي يمكننا نخدموا عليه؟ دونك درنا له دياغنوستيك، لقينا بان لا ماجوريتي ديال الكسابه يعني ما كيستافدوش من طعم ديال الربح، وخا عندهم هما مثلا نقدروا نقولوا افونتاج كومباراتيف بارابور لي زوتر ايلفور اللي ماشي مومبر ديال لانوك. وقلنا جو بونس الحل هو انه نخدموا ان موديل زعما ستريكتوري ديال السوق اللي كيتباعوا فيه الماشيه، واللي خصوصا كيمشي فيه المستهلك والمنتج رابحين. دونك الفو كاسي لانترميديير، الفو ترافايي على ان موديل ديال السوق، سوق فيزيك اللي كيعطي كوميم واحد ادنى وسائل زعما ديال الكرامه. هذا كاين دي سانيتير، كاين لوريونطاسيون، كاين كنعلمك بالوزن ديال سميتو، كنعلمك بليتينيرير ديال الحولي الى غير ذلك. دونك سيت اون اكسبيريونس بيلوت بالنسبه لينا حنا كسويس كونتاكت مع لانوك، يعني بيان سور حنا نخدموا معاهم هاد اكسبيريونس بيلوت، ناخذوا منها بطبيعه الحال شي نتائج ونديروا عليها واحد راس ماله على اساس انه نشوفوا بار لا سويت الموديل ادابتي باش تكون لانوك تزيد هاد الخدمه هادي ديال الدعم ديال لا كوميرسياليزاسيون على الصعيد الوطني.